السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي مدرسة الباسل الخاصة. النهاردة هناخد مع بعض درس جديد وهو الدرس الرابع في الوحدة الأولى بعنوان أهمية ضوء الشمس للكائنات الحية. يعني نعرف قد إيه ضوء الشمس مهم للكائنات الحية. أول حاجة هندرسها من الكائنات الحية اللي هو النبات. طبعا كلنا عارفين إن النبات من الكائنات الحية، فهل ضوء الشمس مفيد له ولا لأ؟ هنعرف إن النبات بيقوم بصنع غذائه بنفسه من خلال عملية بتسمى عملية البناء الضوئي. فجينا هنا، لو جينا هنا نشوف، هنقول النبات يصنع غذائه ازاي. هنقول تحتوي خلايا النبات او الخلايا النباتية على البلاستيدات الخضراء التي تكسب النبات اللون الاخضر وتمتص ضوء الشمس. احنا قلنا قبل كده يا اولاد وشرحنا الخلية النباتية، وقلنا من ضمن مكونات الخلية النباتية انها تحتوي على بلاستيدات خضراء. وقلنا فاكرين قلنا ايه هي وظيفة البلاستيدات الخضراء؟ قلنا هي المسؤولة عن تكوين الغذاء من خلال عملية البناء الضوئي. هي دي اللي هنتكلم عنها، عملية البناء الضوئي وكيفية تصنيع الغذاء. يبقى النبات بيصنع غذائه من خلال عملية تسمى عملية البناء الضوئي. تتم عملية البناء الضوئي وفقا للخطوات التالية. أول حاجة بتحصل عندي إيه؟ تمتص البلاستيدات الخضراء الموجودة بالأوراق الخضراء الطاقة الضوئية من الشمس، زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا هنا. أوراق الشجر زي ما اتفقنا بتتكون من خلايا، الخلايا دي بتحتوي على بلاستيدات خضراء. تقوم البلاستيدات الخضراء بامتصاص الطاقة ضوئية من الشمس، يبقى بتمتص الضوء من الشمس. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ تبتدي جذور النبات تمتص الماء والاملاح من التربة. يبقى جذور النبات هتمتص الماء والاملاح من التربة، والبلاستيدات الخضراء هتمتص الضوء من الشمس. الخطوة التالتة، تمتص اوراق النبات غاز ثاني اكسيد الكربون من الهواء الجوي. يبقى الاوراق هتاخد غاز ثاني اكسيد الكربون من الهواء الجوي. رابع خطوة هتحصل معانا ان هذه العناصر جميعا هتتفاعل داخل البلاستيدات الخضراء. عارفين البلاستيدات الخضراء دي عاملة زي ايه؟ زي المصنع اللي بيقوم بصنع الغذاء. بياخد المواد الخام الموجودة في البيئة اللي حواليه من خلال الاوراق ومن خلال الجذور، حيث ان الاوراق تمتص الضوء من الشمس وتمتص ثاني اكسيد الكربون من الهواء الجوي، وتقوم الجذور بامتصاص الماء والاملاح. دي المواد الخام اللي هيقوم عليها تصنيع الغذاء بتاع النبات. بيتم تصنيعه فين بقى؟ داخل البلاستيدات الخضراء. يبقى تتفاعل هذه العناصر معا داخل البلاستيدات الخضراء من خلال عملية البناء الضوئي، ويتم صنع ايه؟ النبات لغذائه. يبقى لما اجي اشوف هنا هلاقي ان الماء والاملاح زائد غاز ثاني اكسيد الكربون زائد الطاقة الضوئية في وجود البلاستيدات الخضراء اللي هي مصنع تكوين الغذاء، وبمساعدة عملية البناء الضوئي، أو هذه العملية بسميها عملية البناء الضوئي، ينتج عني غذاء اللي هو عبارة عن نشا وسكر. غذاء النبات اللي هو عبارة عن نشا وسكر زائد غاز الأكسجين اللي بينطلق نتيجة لعملية البناء الضوئي. يبقى لما اجي اعرف عملية البناء الضوئي، اقول ما المقصود بعملية البناء الضوئي؟ هقول هي عملية حيوية تقوم بها الأجزاء الخضراء من النبات لتكوين الغذاء من سكريات ونشويات. يبقى الغذاء بتاع النبات ده بيبقى عبارة عن ايه؟ سكر ونشا، في وجود مين؟ في وجود المواد الخام اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون وبعض الأملاح المعدنية، وينطلق غاز الأكسجين نتيجة لهذه العملية. يبقى أنا لما أجي أخد نشاط هنثبت بيه أهمية ضوء الشمس للنبات الأخضر. إحنا قلنا إن الضوء هو أساسي في عملية البناء الضوئي، أنا عايزة أتأكد من الكلام ده، يبقى هنجري النشاط التالي لإثبات هذا الكلام. إيه هي الأدوات المستخدمة؟ هنجيب قصيصين كل منهما نبات أخضر وكيس ورق مقوى به ثقوب ضيقة. يبقى إحنا هنحضر قصيصين ألف وباء، وكل قصيص فيهم نبات. خطوات العمل، غطي احد القصيصين بكيس ورق مقوى به الثقوب الضيقة. يبقى قصيص من القصيصين اللي فيه الزرع ده واحد منهم بس هنغطيه بورق مقوى، وهنعمل ثقوب في هذا الورق.
ليه؟ الثقوب ده هنعملها لمرور الهواء من خلالها. يبقى انا كده عايزه اوفر للنبات الهواء عادي، انا عايزه امنع عنه بس حاجه واحده اللي هو ايه؟ ضوء الشمس، عشان اشوف هل هيتاثر بغياب ضوء الشمس ولا مش هيتاثر. الحاجه الثانيه هنترك الاصيصين لمده يومين مع مداومه ري كل منهما بالماء. يبقى انا هوفر برضو للاصيصين الماء، يبقى انا وفرت كده للاصيصين من الزرع، وفرت لهم الماء ووفرت لهم الهواء، واحد الاصيصين اللي هو باء منعت عنه ضوء الشمس، وهنسيبه لمدة يومين. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان اول حاجة قوة واخضرار النبات الف المعرض للشمس. النبات اللي موجود في الاصيص الف هلاقيه قوية واخضرة اكثر وعوده اشتد. بسبب ايه؟ بسبب تكوين غذائه بعملية البناء الضوئي، لانه معرض لضوء الشمس. اما لو جيت اشوف الاصيص الثاني اللي هو رقم باء، هلاقي ضعف واصفرار النبات فيه. ليه؟ بسبب غياب الشمس وتوقف النبات عن تكوين غذائه. اذا لما غاب ضوء الشمس عن النبات ما قدرش يقوم بعملية البناء الضوئي، وما قدرش يصنع الغذاء بتاعه، مما ادى الى ايه؟ الى ضعفه واصفراره. يبقى بكده عرفنا او استنتجنا ايه؟ نستنتجنا ان ضوء الشمس او الطاقة الضوئية ضروري لصنع النبات غذائه، لذلك يعتبر ضوء الشمس مصدر طاقة للنبات، او هو مصدر الطاقة للنبات. طيب عرفنا من ان العملية دي او عملية البناء الضوئي دي ان هي ليها نواتج. ايه هي النواتج بتاعها؟ زي ما احنا قلنا، اول حاجة تكوين الغذاء، تكوين غذاء النبات اللي هو بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على السكر و النشويات او النشا. والحاجة التانية من نواتج عملية البناء الضوئي هو تصاعد غاز الاكسجين. طيب انا ممكن اكشف عن النشا ديت او اتأكد ان في فعلا نشا في النبات؟ اقدر اكشف عنها بايه؟ يمكن الكشف عن وجود النشا في اوراق النبات الاخضر باستخدام محلول اليود. ده محلول، لو النبات ده او الاوراق دي يوجد فيها نشا، هلاقي النشا دي بتتحول الى اللون الازرق القاتم. يبقى النشا بتتحول بواسطة محلول اليود الى اللون الازرق القاتم. ففعلا لما بحط محلول اليود على اوراق النبات الاخضر بلاقيها تحولت الى اللون الازرق القاتم، وده دليل على وجود النشا في النباتات الخضراء او تكوين النشا في النباتات الخضراء. طيب هنستفيد حاجة او لازم ناخد بالنا من ملحوظة مهمة، ان النباتات الخضراء في اثناء عملية البناء الضوئي تقوم باستخدام ثاني اكسيد الكربون وتطلق الاكسجين. يبقى اثناء عملية البناء الضوئي النباتات بتاخد ثاني اكسيد الكربون وبتخرج لنا الاكسجين. ولكن لو جينا نشوف في عملية التنفس، لا، لما بيجي النبات يتنفس بيحصل ايه؟ العكس، ياخذ الاكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون. بيبقى زينا كده زي الانسان الطبيعي اللي هو بياخذ الاكسجين ويستنشق الاكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون اثناء عملية التنفس. يبقى النبات بيقوم بعمليتين، بعملية البناء الضوئي فيها بيمتص ثاني اكسيد الكربون ويخرج او يطلق الاكسجين، اما في عملية التنفس يأخذ الاكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون. طيب هنيجي بقى نقسم هنا الكائنات الحية الى ثلاث أنواع. أول نوع هنسميه كائنات منتجة، وتاني نوع معايا كائنات مستهلكة، والنوع الثالث بسميه كائنات محللة. يبقى الكائنات الحية ثلاث أنواع: كائنات منتجة وكائنات مستهلكة وكائنات محللة. هنتكلم عن كل نوع بالتفصيل. الكائنات المنتجة بسميها ذاتية التغذية. الكائنات المنتجة هي الكائنات ذاتية التغذية. ما المقصود بالكائنات المنتجة؟ هي الكائنات الحية التي تستطيع أن تصنع غذائها بنفسها من خلال عملية البناء الضوئي، زي ما اتكلمنا عن النبات كده. قلنا أن النبات من الكائنات الحية اللي بتقدر تصنع غذائها بنفسها من خلال إيه؟ عملية البناء الضوئي، زي النباتات الخضراء اللي اتكلمنا عنها. وحاجة في عندي كمان نوع من انواع الطحالب. الطحالب دي يا ولاد اللي هي اللي احنا بنسميها الريم الاخضر، اللي بيتكون على الصخور في البحار والانهار، بيبقى طبقة كده من الريم الاخضر، دي بنسميها الطحالب. دي برضو من الكائنات المنتجة او ذاتية التغذية اللي بتستطيع ان تصنع غذائها بنفسها. في كمان عندي نوع تاني اللي هو نوع من انواع البكتيريا. بعض انواع البكتيريا تعتبر كائنات منتجة وتستطيع ان تصنع غذائها بنفسها. يبقى انا هنا لما يجي يقول لي علل، يطلق على النباتات الخضراء كائنات منتجة،
ليه انا بسميها كائنات منتجه؟ هقول لانها بتستطيع ان تصنع غذائها بنفسها من خلال عمليه البناء الضوئي، عشان كده بسميها كائنات منتجه. طيب النوع الثاني عندي اللي هي الكائنات المستهلكه. الكائنات المستهلكه هي الكائنات الحيه التي تعتمد في غذائها على كائنات منتجه بصوره مباشره او بصوره غير مباشره. يبقى الكائنات المستهلكه من اسمها هي ما بتقدرش تصنع غذائها بنفسها، ولكنها بتعتمد في غذائها على الكائنات المنتجه اللي هي زي النباتات الخضراء دي، بتتغذى عليها بصوره مباشره او بصوره غير مباشره، وهنعرف دلوقتي ده بيتم ازاي. يبقى لما يقول لي علم، الكائنات المستهلكه لا تستطيع ان تصنع غذائها بنفسها او غير ذاتيه التغذيه. احنا قلنا ان الكائنات المنتجه كائنات ذاتيه التغذيه، اما الكائنات المستهلكه فهي كائنات غير ذاتيه التغذيه. لما يقول لي ليه ما بتقدرش تصنع غذائها بنفسها، هقول ليه. احنا قلنا عشان الكائنات تصنع غذائها بنفسها لازم تقوم بعمليه البناء الضوئي، وعشان تقوم بعمليه البناء الضوئي لازم يوجد فيها ايه؟ بلاستيدات الخضراء، لان هي المصنع اللي بيتم فيه صنع غذاء. يبقى لما يقول لي علي الكائنات المستهلكه لا تستطيع ان تصنع غذاء بنفسها، هقول له ليه؟ هقول له لعدم وجود بلاستيدات خضراء في خلاياها، وبالتالي لا تستطيع القيام بعمليه البناء الضوئي. طيب الكائنات المستهلكه زي ما قلنا بتتغذى بطريقه مباشره او بصوره غير مباشره، فعشان كده هقسمها لنوعين، كائنات اكله الاعشاب وكائنات اكله اللحوم. لو جيت اقول ما المقصود بكائنات اكله الاعشاب، يعني الحيوانات التي تتغذى على كائنات منتجه اللي هي زي النباتات الخضراء، فعشان كده سميتها اكله الايه؟ الاعشاب. زي ايه؟ زي الابقار، زي الاغنام، زي الطيور، وزي ايه؟ الانسان. هو الانسان كمان بيتغذى على الاعشاب؟ مش احنا عندنا الانسان بيتغذى على انواع كثيره من النباتات، فبالتالي هو يعتبر من اكله الايه؟ الاعشاب، من الكائنات المستهلكه اكله الاعشاب. طيب امال ايه الكائنات اكله اللحوم؟ برضو من اسمها هي بتاكل اللحوم. يعني ايه؟ هي حيوانات تتغذى على كائنات مستهلكه سبق ان تغذت على كائنات منتجه. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني الكائنات المستهلكة او اللي هي اكلة اللحوم ديت بيعتبر هي الكائنات اللي بتتغذى على اكلة الاعشاب، على الحيوانات اكلة الاعشاب. زي ايه؟ زي الاسد. مش الاسد بياكل لحوم؟ الاسد ما بياكلش اي اعشاب ولا اي نباتات خالص، وبياكل اللحوم زي لحوم الابقار والاغنام وغيرها اللي تغذت على النباتات. يبقى كده اكل كائنات مستهلكة سبقت أن تغذت على كائنات منتجة. عندي كمان الصقور، دي من الحيوانات أكلة الإيه؟ أو من الكائنات المستهلكة أكلة اللحوم، هي برضو تغذت على كائنات مستهلكة سبقت أن تغذت على كائنات منتجة. عندي كمان الإيه؟ الثعابين وغيرها من الحيوانات، وعندي كمان الإنسان. الإنسان يعتبر من الكائنات المستهلكة أكلة اللحوم برضو، لأنه بيتغذى على إيه؟ على برضو الكائنات المستهلكة التي سبق أن تغذت على الكائنات المنتجة. يبقى أنا هستفيد من كده إيه؟ أو هستنتج من كده إيه؟ هستنتج إن الإنسان، إن الإنسان عندي بيتغذى على حاجتين. الإنسان من الكائنات المستهلكة التي تتغذى على حاجتين، بتتغذى على النباتات اللي هي الكائنات المنتجة، وفي نفس الوقت بيتغذى برضو على إيه؟ على اللحوم اللي هي الكائنات المستهلكة. تمام؟ يبقى الإنسان هنا بيتغذى على النبات وبيتغذى على إيه؟ على الحيوان. يبقى لو جالي هنا السؤال وبيقول لي إيه؟ وبيقول لي علل، تعتبر الأبقار من الكائنات المستهلكة، هقول ليه؟ لأنها لا تصنع غذائها بنفسها برضو، وتعتمد على الكائنات المنتجة في تكوين غذائها. طيب النوع الثالث الكائنات المحللة. الكائنات المحللة لو جينا نعرفها هنقول هي كائنات حية لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها. أمال بتحصل على غذائها ازاي؟ تحصل على غذائها بتحليل البقايا العضوية مثل جثث الكائنات الميتة وبقايا النباتات والأطعمة الفاسدة. يبقى الكائنات المحللة هي كائنات لا تستطيع أن تصنع غذائها بنفسها زي مين؟ زي المستهلكة، ولكن بتتغذى ازاي هنا؟ بتحصل على غذائها بتحليل البقايا العضوية. يعني ايه البقايا العضوية ديت؟ زي جثث الكائنات الميتة، زي بقايا النباتات، زي الأطعمة الفاسدة.
يبقى الكائنات المحللة بتتغذى على هذه الايه، على هذه الاشياء. يبقى لما يجي يقول لي علل الكائنات المحللة لا تستطيع ان تصنع غذائها بنفسها او غير ذاتية التغذية، فاكرين لما قلنا على الكائنات المستهلكة نفس الكلام هنقوله، ادام بيقول لي هي ليه ما بتقدرش تصنع غذائها بنفسها، هقول لعدم وجود بلاستيدات خضراء في خلاياها، وبالتالي لا تستطيع القيام بعملية البناء الضوئي. طيب بعد كده ايه هي امثلة الكائنات المحللة ديت؟ الكائنات المحللة دي زي ايه؟ زي بعض الفطريات. زي ايه الفطريات؟ زي فطر عفن الخبز اللي بيجي على العيش، لما بنسيب العيش كده بره او خارج الثلاجة لفترة اللي بيحصل بيتكون عليه طبقة من العفن اللي هي لونها اخضر، دي بسميها عفن الخبز، ده عبارة عن فطر من الفطريات، وده كائنات محللة من الكائنات المحللة بيتغذى على الايه، على الخبز الفاسد ده. طيب في بعض انواع البكتيريا كمان من الكائنات المحللة زي بكتيريا الزبادي، يعني معنى كده يا مس ان الكائنات المحللة دي مفيدة؟ ايوة طبعا مفيدة، في منها مفيد وفي منها ضار، والمفيدة دي بنستخدمها في كثير من الصناعات زي الزبادي كده، استخدمنا في بعض انواع البكتيريا المفيدة اسمها بكتيريا الزبادي اللي بتقوم او على اساسها بتقوم صناعة الزبادي. طيب لو جينا نشوف هنا بعد كده نشاط يوضح الفطريات المحللة، النشاط بيقول ايه؟ ضع بعضا من الخبز المبلل بالماء في كيس من البلاستيك ثم اغلق الكيس جيدا واتركه عدة ايام. هنجيب بعض الخبز وهنضعه في كيس زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا، وهنحطه ويكون نبله ببعض الماء ونسيبه لمدة ايه، عدة ايام. وكذلك هنجيب ايه، اترك برتقالة او ثمرة طماطم لعدة ايام خارج الثلاجة، وسجل ملاحظتك في الحالتين الاولى والحالة الثانية. ولكن هنا يجب ان ننتبه ان لا نلمس الطعام التالف بيدك، ونستخدم قفازا قبل لمسها، وننتبه كمان ان احنا لما نيجي نشتري اي نوع من انواع الاطعمة المحفوظة نتأكد من تاريخ صلاحيتها المدون على الغلاف. طيب نرجع لموضوعنا، هنلاحظ ايه هنا لما سيبنا ثمرة البرتقال وسيبنا الخبز لمدة عدة ايام؟ هنلاحظ ايه، تكون طبقة من اللون الاخضر على الخبز والبرتقال تسمى العفن، زي ما احنا شايفين هنا على الخبز وعلى البرتقالة تكون ايه، بقع خضراء او نقط خضراء نتيجة فساد هذه الأطعمة. الطبقة الخضراء دي بسميها العفن. يبقى هستنتج من هنا ايه، هنستنتج ان العفن ده الذي تكون على الخبز وعلى البرتقالة عبارة عن كائنات حية تسمى الفطريات، وبالتحديد فطريات عفن الخبز. هذه الفطريات هي من الكائنات المحللة. تمام، أهمية الكائنات المحللة، احنا قلنا ان الكائنات المحللة ديت مفيدة لينا، طب بتفيدنا في ايه؟ بتفيدنا في ثلاث حاجات. اول حاجة تخلصنا من جثث الكائنات الميتة وبقايا النبات، مش احنا قلنا ان هي عبارة عن كائنات بتتغذى على البقايا العضوية، وقلنا البقايا العضوية زي ايه؟ زي جثث الكائنات الميتة وزي بقايا النباتات وزي الأطعمة الفاسدة. فاذا هي من اهميتها ان هي بتخلصنا من هذه الجثث اللي هي جثث الكائنات الميتة، وبتخلصنا من بقايا النبات. الحاجة التانية بتزيد من خصوبة التربة. ازاي تزيد من خصوبة التربة؟ بعد ما تتغذى على الكائنات الميتة او على بقايا النباتات دي، هذه الكائنات المحللة هي كمان بتتحلل، وبتبقى محتوية على كمية كبيرة من العناصر الغذائية اللي بتفيد التربة بعد كده وبتزود خصوبتها. الحاجة الثالثة معايا انها تدخل في كثير من الصناعات، زي ما احنا قلنا الكائنات المحللة بتدخل في صناعات كتيرة زي صناعة الايه، الزبادي اللي احنا اتكلمنا عنها، وهنتكلم كمان عن صناعات تانية. فهنا بنقول في اقرأ وتعلم، هنا يعتمد كثير من الصناعات على الكائنات المحللة، مثل صناعة الاسمدة العضوية اللي احنا قلنا بتزود خصوبة التربة، وانتاج الوقود الحيوي اللي هو غاز الميثان، ودباغة الجلود وغيرها. إذا الكائنات المحللة ذات أهمية كبيرة وبتفيد البيئة جدا. بكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا، وإلى اللقاء في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.